Thank you.
الو، صباح الخير يا شوقي. بجد دي هتبقى حلقه حلوه قوي. طب اسمع، هكمل فطار بس واجهز واجي لكم. سلام. كرم، ايه اللي بيحصل في بيتي ده؟ مساء الخير يا مدام، سوري يعني على لخبطه الديكور. كرم، بعد اذنك عايزك شويه. من عينيا الجوز ومناخير اللوز. ثانيه، تعالي لي انت اسهل. انت شايفه الدنيا زحمه قدامي ازاي؟ لو سمحت لم القرف ده وخد اصحابك وتفضل اطلع بره. يا بيرو، الكلام ده ازاي تقولي كده؟ وبعدين انت ايه المشكله؟ فين يعني المشكله؟ ان انا بشرب ولا المشكله انك دخلت عليا فجاه لقيتيني بشرب؟ ولا المشكله ان انا في بيتك وبشرب؟ ولا المشكله في الجيران اللي عارفين ان انا جوز العلبيه المشهوره قوي بيشرب؟ وطي صوتك خالص. وطي صوتك خالص. المشكله فيا يا بيرو؟ ايوه، انت بقيت المشكله. ماشي ماشي يا بيرو، انا هسيب لك البيت كله واروح اعشر في اي حته ما فيهاش فيها جيران. قلت لك وطي صوتك. مالك حبيبي؟ اهدى بس يا بابا. اوعى كده. اوعى كده بس يا بيرو. كده بس، حرام عليك يا بيرو. حرام عليك انت يا اخي بقى. كفايه بقى، حرام عليك بقى. اروح عشر في حته ما فيهاش فيها جيران. وطي صوتك بقول. حرام عليك بقى. نشوى، خدتي الفستان اللي اتفقنا عليه؟ اه يا مدام، تمام. والاكسسوار كله حلو؟ كله تمام. الو، ايوه انا مع المدام اهو جايين. الكوافير والماكير جاهزين؟ طيب تمام. سلام. عبير فهمي دي دمها يلطش، ما تنفعش طبعا للبرنامج ده. بالعكس بقى، ودلوقتي تشوفي بنفسك. اشمعنى عبير؟ اشمعنى دي بالذات؟ عشان هي عبير فهمي. ايه، ما تعرفيش حاجه عن تاريخ عبير فهمي؟ لا طبعا اعرف تاريخ عبير فهمي. كانت متجوزه رجل اعمال فلس، كان شمام باين. شيماء، انا ما اسمحلكيش تتكلمي عن اي زميله بالاسلوب ده. يا فندم انا ما اقصدش، بس حضرتك متحمس لها زياده عن اللزوم. ما اعرفش على ايه كل ده. لو هي بتعرف تعمل حاجات انا ما بعرفش اعملها، انا ممكن اتعلم. ده تلميح، وتلميح رخيص وانا ما اسمحش بيه. انا مش قصدي يا فندم، انا قصدي يعني عن طريقتها في تقديم البرامج. عشان عندها حضور، كاريزما،
الناس بتحبها، ودي حاجة من عند ربنا، حاجة محدش يقدر يتعلمها ولا يقلدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا فندم، أنا هستأذن أنا بقى عشان أروح أقدم برنامج الطبخ بتاعي. عن إذنك يا فندم. برنامج الطبخ بتاعي؟ ما طول عمر أمهاتنا بيطبخوا من غير برامج. وحشتيني. سمعت إنك عاملة برنامج جديد. آه ميرسي يا شيماء، عقبالك يا روحي. تسلمي لي، ربنا يخليك يا حياتي. ميرسي. ماشي يا روحي. باي. صباح الخير يا معتز. صباح الخير يا أستاذة. ها ايه الاخبار؟ جاهزين ومستنيين حضرتك. طب انا حاجز واجيلكوا على طول. سعيد جه؟ كان هنا دلوقتي، هشوف حضرتك حالا. طيب هاجيلكوا. يا ريت تشوفوا بسرعه عشان مدام عايزاه ضروري. من عينيا حاضر. الو؟ ايوه استاذ. استاذ عبير وصل وبتسال عليك. ايوه يا كرم، قلت لك مش عايزه اسمع صوتك تاني. ما هو انت ما بتكلمنيش الا لا في مصيبه لا عايز فلوس. نعم. لا 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 لا، المره دي مش هساعدك. اعلى ما في خيلك اركبه. مش عايزه اسمع صوتك قلت لك. ويلا سلام عشان عندي شغل. ماشي. مساء الخير يا استاذه. اهلا استاذ سعيد، سالت على إيه؟ حضرتك. ربنا يخليك. يا احنا جاهزين كده. ياسر جه؟ هو والله انا لسه مكلمه حالا وهو على وصول. طيب طيب انا جاهزه بس شويه كده وهحصل. يلا بينا دقايق ان شاء الله نبتدي. اعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم جميعا. مساء عالم الرياضه. عالم الرياضه كله جديد، كله مفاجآت، كل يوم معانا نجم. هنتكلم وحنحكي وحنقول أسرار وحكايات. معايا النهاردة كابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن حازم إمام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن فؤاد. طبعا أنا متشكر على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلتها لي. لا دي أقل حاجة. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن حازم، النهاردة عايزين نتكلم شوية مع بعض وندردش، والناس عايزة تعرف حاجات كتير. نبدأ النهاردة نتكلم في أول كلامنا عن بداياتك خالص في نادي الزمالك. هل أنت من ناشئين نادي الزمالك ولا كنت في نادي تاني وجيت على نادي الزمالك، ولا الحكاية؟ عايزين نعرف الحكاية كلها. لا طبعا أنا بادئ من ناشئين نادي الزمالك. قعدت خدت الاختبارات من وأنا عندي 6 سنين. بدأت أتدرج في مراحل الناشئين لغاية لما تدرجت ووصلت للفرقة الأساسية، لأن كنت أنا بلعب في مدرسة الكورة من وانا عندي 6 سنين. فبدات العب في فرق الاساسيه من وانا عندي 8 سنين. يعني بدات امشي بصوره، الحمد لله بدات امشي بصوره كويسه لغايه لما طلعت الحمد لله للدرجه الاولى يعني. ودخلنا في تحت 14 اكيد طبعا يعني. كانت فترات طبعا كانت فترات كويسه جدا. كنا بنلعب فرق قويه طبعا، ودورات كانت بتبقى قويه جدا، وكان على طول ماتشاتنا الماتشات بتاعتنا بيننا وبين النادي الاهلي كان بتبقى قويه جدا في السن ده عموما يعني. نعم افرد وشك يا نعم، انا مش جايبك تخوفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ياسر ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا معتز المساعد استاذ سعيد مخرج البرنامج. اهلا، ازيك يا معتز، اخبارك ايه؟ الحمد لله استاذ. امال الاستاذ عبير فين؟ ده انا بحبها قوي. هي حضرتك هتلاقيها هنا في الاوضه هنا بتجهز. طيب امال انا اوضتي فين يا ابني؟ اول اوضه لمين؟ تمام. طيب ماشي، عن اذنك. اتفضل يا استاذ. استاذ ياسر. ايوه فهم. ممكن طلب؟ لا ايه فلوس؟ ما حلتناش حاجه، انا سالف منه قبل ما اجي. لا انا كنت عايز اتصور مع حضرتك واحد سيلفي. بس كده من عينيا الاثنين. ربنا يخليك يا استاذ والله. معاك موبايل؟ معايا موبايل. ما حلو ده. اتفضل بقى حضرتك صورني. يلا يا سيدي. يلا يلا. انا
في ايه يا معتز؟ انت هتبوسني ولا ايه؟ لا لا الصورة بس. هنا. هنا؟ يلا يلا. جوزك كله طلع في الصورة زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ. متشكر والله. عن اذنك يا معتز. استاذ. ايوه يا فندم. الموبايل بتاعي. ده مؤاخذة. ماشي. اتفضل يا معتز. نورنا والله يا استاذ. الله يخليك. انا فرحان اني شفتك والله. الله يحفظك. ربنا يخليك لينا يا رب وما نتحرم منك ابدا. جلهم لك. ربنا يخليك. عمر يا مدام. قمر يا بيبي. ميرسي. انت خارج ولا ايه؟ يا روحي اجيب لك حاجه من تحت. حاجه من تحت؟ انت نسيت ان احنا معزومين ولا ايه؟ كرم انت فيك ايه؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ تيه البيت وليه ده؟ والله ما رجعت، والله ما رجعت. ليه حرام عليك؟ ده انت اتعالجت وخفيت وبقيت زي الفل، ليه ترجع تاني؟ انت ايه؟ انت ما بتتعبش؟ ما بتزهقش؟ مش عرفان من نفسك؟ قلت لك مفيش حاجة، مفيش حاجة، خلاص بقى خلاص بقى. طب بما انه خلاص بقى هات الفلوس. هات ايه؟ هات الفلوس. هات الفلوس تاني. مفيش فلوس تاني، مفيش فلوس. حرام عليك. ما انا قلت لك يا اخي مش كل واحد خسر شركته وفلس يعمل كده، حرام عليك. قلت لك هقعد كام مره هساعدك وهتبقى احسن من الاول، انت مفيش فايده فيك خالص. ولعلمك مفيش فلوس تاني، هاخد فلوسي كلها ومش هسيبها في البيت، ولا مجوهراتي اللي سرقتها من سنه، فاكر ولا نسيت؟ ما لحقتش تنسى طبعا. كرم طلقني يا كرم، طلقني. انت الفلوس يا شيخة روحي. طلعني 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 طلعني. طيب نتكلم بقى عن منتخب مصر. نفسنا نوصل لكاس العالم. انا شخصيا ما شفتش كاس عالم من سنه 90 وعايزين نجيب جون تاني، يعني مش كل هنقعد نجيب جون واحد طول حياتنا. انت شايف ايه بالتوليفه اللي موجوده، انتوا كشباب دلوقتي موجودين والمدرب الحالي لمنتخب مصر، شايف في امل ان احنا نوصل لكاس العالم فعلا؟ انا شايف ان في امل الفتره دي اكتر من السنين اللي فاتت بكتير. ليه؟ احنا عندنا الحمد لله دلوقتي لعيبه محترفين مؤثرين جدا، محمد صلاح والنني وكوكا طبعا لعيب مؤثرين جدا. هتشوف جوه مصر برضو حتى اللعيبه الصغيرين، تلاقي لعيب زي حجازي راجع من فرونتينا برضو لعيب كويس. عندنا كابتن حسام غالي طبعا خبره في نص الملعب. هتلاقي عندنا عبد الشافي، ما عندناش لعيبه صغيره يعني اتقال عليها ما عندهاش خبره. طيب حازم امام، هبعد بيك شويه وهقول لو انت وصلت لمرحله انك اعتزلت الكوره هتعمل ايه؟ افضل في مجال الكوره برضه يعني تدريب وكوره، مش عايز مثلا تخش في اعلام تنافسنا حاجات كده؟ مش لا عايز لا ما ادرس نفسك طبعا يا كابتن. لا انت في حته، انا في حته. لا تشرف وتنور. لا لكن انت شايف نفسك في الكوره يعني التدريب؟ بحب، انا بحب يعني ما بشوفش نفسي بعيد عن الكوره، يعني لازم افضل موجود في المجال ده. لو سمحت اعمل لي واحد شاي انما سكر سعيد. مدام عبير جهزت؟ مدام عبير جهزت واستاذ ياسر وصل وبيجهز. حازم احنا دلوقتي الدوري طبعا بدون جمهور، نلعب من غير جمهور. لو رجعنا من كام سنه ورا كانت الملاعب الماتشات كلها كان الجمهور طبعا بيملى الملعب وكان الموضوع مختلف خالص. انت كلاعب كوره فرق معاك الموضوع؟ اكيد يعني طبعا. يعني حاسس بفرق؟ طبعا الماتشات ملهاش طعم من غير جمهور. كان الفترات اللي احنا اتحطينا فيها تحت ضغط السنه دي بجمهور
نادي الزمالك احنا خسرنا نتيجه كبيره في تونس بسبب ان احنا بقالنا فتره كبيره مش حاسين بالجمهور الهيصه دي طبعا. والنادي الاهلي نفس الحكايه خرج من بطوله افريقيا بسبب الضغط الجماهيري فدي اثرت طبعا على لعيبه مصر كلها. احيانا الفريق بيبقى متاخر بهدف او هدفين او محتاج يجيب هدف والحماس الجماهيري ده بيخلي اللعيبه تاكل النجيله زي ما بيقولوا. اكيد اللعيب رقم واحد الجمهور اللعيب رقم واحد يعني بيطلع الطاقه اللي جوه اللعيب اللي هو مش قادر يطلعها. ربنا يوفقك كابتن حازم في نادي الزمالك وفي منتخب مصر وان شاء الله توصلوا لكل الاحلام اللي انتم بتتمنوها ان شاء الله يا كابتن. وميرسي لوجودك وشرفتنا ونورتنا. انا متشرف بيك كابتن، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك يا رب. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده من عالم الرياضه. بكره ان شاء الله نفس الميعاد مع عالم الرياضه ونجم جديد وكابتن فؤاد. تصبحوا على خير. شكرا كابتن، توفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك كابتن. احسنت يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. موافق ان شاء الله. توفيق بتوفيق. شكرا. موافق كابتن. نسبه المشاهده بتزيد كل اسبوع عن اللي قبله. الاعلانات كويسه. تمام التمام، برافو عليك. بقول لك انا سمعت ان عبير فهمي بتعمل برنامج هنا جديد مش كده؟ في الاستوديو اللي جنبينا ده. المفروض ان اول حلقه النهارده، واعتقد ان هم هيبداوا التصوير كمان شويه يعني. طب كويس، عشان اروح ابارك لها احسن، دي عشره من زمان. كلك ذوق يا كابتن، طول عمرك صاحب واجب. تعيش يا سعد. اتفضل. اتفضل يا كابتن. وليد بعد اذنك، مش عايزه يبان. اوكي حاضر يا استاذه. استاذه هنبدا بالانترو وبعدين هنخش في الحلقه على طول. حاضر. تمام حاضر. يلا يا جماعه احنا جاهزين. مش عايز السلك يبان. شكرا يا عم بكر، ربنا يخليك. خلاص هو حلو تمام. ميرسي يا وفيق، ربنا يخليك. اهلا اهلا فنانة. ازيك يا استاذ؟ ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. والله والله انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. احنا اللي مبسوطين جدا ان انت معانا. ربنا يحفظك. اول حلقه ويا رب خير لينا ان شاء الله. مساء الخير. اهلا وسهلا. ايه ده يا كابتن فؤاد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ ياسر اهلا يا كابتن. اهلا. والله بحبك جدا وبتابع كل برامجك انت والاستاذه. والله ربنا يكرمك. اهلا وسهلا. اتفضلي. ايه ده، ورد كمان ليا؟ متشكره خالص. اقل حاجه. لا متشكره خالص ما شاء الله، الديكور هايل. جميل الحقيقه. والبرنامج اول حلقه احنا قلقانين شويه، بس يا رب خير ان شاء الله. لا خليه على الله. ان شاء الله ان شاء الله خير. جمدي قلبك. الله يخليك. ميرسي. تسمحوا لي اخد صوره معاكم بالمناسبه دي بقى ان هي اول حلقه. حاضر. اوكي يا معتز. اتفضل يا استاذ. فاكر لما صورتك بره؟ حصل يا استاذ. ممكن تصورني مع الاساتذه؟ اكيد طبعا. اكيد. اتفضل. اتفضل يا فندم. ممكن موبايلك؟ يا معتز صورنا. انا يا معتز. صورنا. حاضر. اوكي اتفضل يا استاذ. ميرسي يا حبيبي. يلا شدوا حيلكم يا جماعه. ميرسي يا فندم. يلا يا جماعه جاهزين. ميرسي يا كابتن. ميرسي يا كابتن. متشكرين جدا. اتفضل. ربنا يخليك لكل الملاعب يا رب. ميرسي يا عم بكر، حطها لنا في الاوضه. الله يخليك. ميرسي لحضرتك. فرج. نعم يا عسليه. ما تنساش الكابتشينو بتاع المدام تدخله لها اوضتها، عشان هو اللي بيعدل لها دماغها. حاضر من عينيا. حاضر. ما تنساش من غير سكر. حاضر يا سكر زياده يا موز انت يا عسل. يا دمك يا اخي. بقول لك يا بت، ما تسيبك من الشغلانه دي وتعالى ستاتك على حق ربنا. كان غيرك اشطر. يلا اتكل على الله روح شوف شغلك. وين اللي في بالي يا رب. ده ايه اللي جايبه هنا ده؟ أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامج أنت مين؟ واسمحوا لنا إن احنا نتعرف على فقرات البرنامج، بس قبل ما نتعرف على فقرات البرنامج، معانا النهارده الفنان المحبوب ياسر الطبجي. الفنان ياسر الطبجي، أهلا بيك. أستاذ ياسر. مؤاخذة، أنا بس بتاع الدلق مني على المكتب، فأنا ما رضيتش أبوظ الدنيا أول حلقة بقى. ولا يهمك، أهلا بيك ومنورنا في البرنامج بتاعنا. خليك كده، نورك.
والبرنامج زي ما انت عارف اسمه انت مين، وهنحاول نتعرف على الجوانب الفنيه والانسانيه على قد ما نقدر. فاسمح لي ان انا اسالك في اول سؤال كده، يعني مش هسال السؤال التقليدي اللي الناس بتساله. هقول لك انت عملت اعمال كتيره. الحمد لله. صح؟ الحمد لله. ايه اقرب عمل لشخصيتك الحقيقيه؟ قريبه من الشخصيه؟ لا، من الشخصيه الحقيقيه. من الشخصيه الحقيقيه؟ لا، هو معظمهم ما كانوش قريبين من الشخصيه الحقيقيه، بس لازم يبقى فيهم حاجه من عند ياسر. اكيد اكيد. زي ايه؟ كلهم لازم يبقى فيهم جزء منك، يعني لازم تحطي زي تاتش كده من ياسر، يعني من الروح بتاعته، من حاجه بتاع كده، بحيث ان انت وانت بتعملي الشخصيه لازم تبقى قريبه منك. طب تعالى نتعرف على الاعمال. من اول ما يعني من اول اهل كايرو لحد ذهاب وعوده السنه اللي فاتت، يعني مرورا بقى بالهروب والسبع وصايا والصديق العمر والزوجه الرابعه. طب تعالى اخطفك بقى واقول لك اتحضر ايه دلوقتي عشان يبقى سبق للبرنامج بتاعنا انت مين. انا بحضر دلوقتي حاجه مع منتج صديق ليا، هنعمل مسلسل على اجزاء. هو اسمه كده؟ لا مش اسمه، هو المسلسل اجزاء. ها هو اجزاء. هو اجزاء. الجزء 700 حلقه. 700 ده بجد ولا ده الجزء الاول؟ لا انت بتهزر. لا لا بجد ده بجد. 700 حلقه. انتوا غلبتوا بقى الاتراك. ما احنا داخلين بقى ننافس الاتراك والهندي والايراني والباكستاني والكوري وكله يعني. وفريندز بقى كله كله كله. يعني مسلسل بيتكلم احداثه جديده كمان، يعني ايه بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان الاحداث كلها بتدور في الفضاء الخارجي. يعني ده بجد؟ يعني كلنا بيعينوا دلوقتي فوق في الفضاء. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. فضاء خارجي؟ يعني رواد فضاء؟ احنا نفسنا فاضيين فقلنا ايه نعمل حاجه عن الفضاء الغير. طيب احنا ممكن نقعد كتير مع حضرتك. يا ريت. انت قعدتك عسل وانا مبسوط ان انا معاكي والله في البرنامج بتاعك. جمهورنا اكيد والمشاهدين مبسوطين، لكن احنا عايزين نتعرف بقى على فقرات البرنامج بتاعنا. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف قدامك كده. الصناديق دي بالوان مختلفه، ابيض اخضر اسود، جواها حاجه ممكن تكون بتستعملها او ما بتستعملهاش، ممكن تكون لازماك او مش لازماك، ده اللي هنتعرف عليه من كل صندوق. اوكي. يعني الصناديق فيها حاجات يعني. طيب وحاجات احنا بنستعملها يا بنستعملها يا ما بنستعملهاش. تمام. هنشوف بقى. يعني هنفتح مثلا اول صندوق الابيض. اتفضل حضرتك. الصندوق الابيض. ايوه الصندوق الابيض. ايه ده؟ ايه رايك؟ ده مايك. ها بتستعمله ولا ما بتستعملوش؟ لا استخدمه. المايك استخدمه في ايه؟ انت عشان حضرتك بتمثل. لا لحضرتك المايك ده. لا انا ما بعرفش اغني. ممكن اغني فيه. مش كده؟ برافو عليك. ايه رايك؟ اصل انا محتاج اللي يوجهني جدا. تحب تغني لمين؟ اغني لفوزي. يا سلام. لحليم. حليم. فريد الاطرش. الله الله. عبد الوهاب مع حفظ الالقاب. طبعا الاساتذه. بص انا ما بنقول الاغاني كده اكيد طبعا ذهنك بيبقى حاضر لحاجات كتيره. أي. تحب تغني لمين؟ انا هغني الورده. انت فكرتيني. عظيمه. يا ريت. هتغني ايه الفنان؟ ايه؟ هتغني ايه؟ هغني مالي. اتفضل. فنانة جميلة. عشان اتفضل. مالي وانا مالي. بعد اذنك ونرجعه مكانه. ميرسي خالص. وهندخل على الصندوق. حلوه اللعبه دي. عجبتك؟ عجبتك؟ ايه رايك؟ الصندوق الاخضر. ايه ده؟ الله. وري جمهورنا كده. تفاحه. بتستخدمها ولا ما بتستخدمهاش؟ بتحب التفاح؟ طبعا تستخدم طبعا. اهو. يعني بنستخدمها كلنا بنستخدمها. طب تمام. ايوه. حضرتك كنت جعان ولا ايه؟ انت عارفه انت لو حطيتي سندوتش وكوبايه شاي في الصندوق ده في اللعبه دي ناس كتير هتجيبك. طب تمام حاضر. دي تبقى وجبه حضرتك. نفتح الصندوق الثالث والاخير. الصندوق الاسود. الاسود بالظبط. ده غير بتاع الطيار. ده غير بتاع اي حاجه. الصندوق الاسود. بسم الله.
يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ صفر. وري جمهورنا كده الصندوق فيه ايه. ده ايه ده؟ ده حقيقي؟ بتستخدم حقيقي. بتستخدم المسدس ولا لا؟ يعني هستخدمه في ايه بس؟ ممكن يعني ده بيبقى في الشغل مثلا في اكسسوار يعني، بس بيبقى فيك ما بيبقاش يعني. ما بتستخدموش؟ لا اعوذ بالله، ربنا يكفينا شره. طب ربنا يخليك ما تستخدموش ابدا. خلاص دلوقتي احنا خلصنا الفقرات بتاعتنا، الفقره الاولى خلصنا، عندنا الفقره الثانيه بقى. الفقره الثانيه الحاج خليل فاز بعمره ما شاء الله، ويا ريت حضرتك اللي خلص التفاح. لا لا تمام. يا ريت حضرتك تقدمها لي. والله ده يزيدنا شرف، نقدمها له طبعا. حاج خليل اتفضل يا حاج. اهلا اهلا. مبروك يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل. اهلا 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 وسهلا. خليل بيبخ. مبروك يا حاج. لا ولا يهمك حاج، استغفر الله. دي رحله عمره، ربنا يجعلها مقبوله كده باذن الله. بس انا ليا طلب عندكم، ممكن تلبوه لي؟ اتفضل يا حاج. انا ابني متخرج من الجامعه لي 10 سنين ومش لاقي شغل، حاولنا نشغله ما عرفناش نشغله، فممكن انتوا تشغلوه؟ هو خريج جامعه تجاره بدرجه جيد، يبقى لكم الشكر. لو بيبخ زيك كده محدش هيشغله يا عم خليل. لا هو مش بيبخ ولا حاجه. في حاجه بتحك في بق عم خليل؟ يا حاج سيب عنوانه بره، واحنا ممكن لو في ايدينا حاجه نعملها له هنعملها. حتى ما هو معايا هنا. يا محمد اهو ابني اهو. ده محمد. ده اهلا يا محمد. اهلا. التجارة الصايع اللي ملوش شغلانه ولا مش غالي. انت بتعمل ايه؟ انت جاي تشحت عليا؟ انت عايز تفضح قصاد الناس دي كلها؟ ايه ده يا استاذ محمد؟ انا جاي معاكي عشان الجايزه وبس. انت خليكي في حالك انت. ايه ده؟ مفيش كلام معايا. قله الادب. ولا انت كمان كلم بلياقه. انت مالكيش دعوه. انت ايه ده؟ انت قليل ادب. بس يا ابني ابني اتصرف كده. انا هخلص منك يا عم. ايه اللي بيحصل ده؟ استنى يا فؤاد اما تشوف ايه اللي هيحصل. استنى ايه؟ ممكن حد يتاذي كده؟ ممكن يعملوا مصيبه عندك في القناه هنا. معقول الكلام ده؟ هو ايه اللي يتاذي؟ فؤاد بلاش شاور. فؤاد انا الحقونا يا اخوانا الحقونا. شوفوا الواد ابني ده فين وهاتوه. جري كده. دي طالعه بجد دي ولا ايه؟ امال ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا ما عملتش حاجه. ياسر هو اللي عمل. ياسر مين يا استاذه؟ انت اللي ضربه بالنار دلوقتي قدام الناس كلها، وبعدين ازاي زفت مسدس زي ده ما يتامنش عليه؟ يعني ايه مسدس ويخش طالب بجد؟ قول لها يا استاذ ياسر. معلش يا ياسر، احنا كنا عاملين فيك لعبة. مقلب؟ يعني دي كانت لعبة؟ متأسفة يا كابتن فؤاد، انت ما كنتش محسوب في اللعبة دي خالص. انا كل خوفي على رحلة العمرة بتاعت العمرة. اعزائي المشاهدين، ودي كانت نهاية الحلقة الأولى من برنامجكم اللعبة. نشوفكم في لعبة جديدة مع نجم جديد، وكل سنة طيبين. معلش يا ياسر احنا اسفين، ما كانش قصدي. اللي جاي هتبقى احلى. جهز لي الحاجات دي. احسنت يا استاذه، حلقه هايله. ثانيه واحده يا فندم. شاكره يا استاذ سعيد، الله يخليك. احنا لسه بنقول يا هادي. احسنت يا ست الكل. الله يخليك. لا هيبقى في تنوع مع كل ضيف طبعا. ايوه طبعا. فاهمه قصدي حضرتك، ولو اني يعني مش مقتنعه خالص بموضوع المقالب ده بجد، بس بدل حضرتك بتقول كده خلاص الف مبروك علينا. ميرسي يا فندم. ميرسي، الف مبروك. الله يخليك. لا طبعا، بس بجد الواد اللي اسمه محمد وابوه ده تمثيلهم هايل. هو ابنه بجد؟ ده انا صدقت فعلا انهم اب وابنه. ده حتى الكابتن فؤاد شربها. وانا سبته اتعامل، ما رضيتش احرق لكم اللعبه. بكل اسف. لا فعلا هو صعب عليا اكتر، على فكره اكتر من ياسر نفسه. ما حرام الحاجات دي، بس يلا بقى هنعمل ايه بدل هي فكره البرنامج.
متشكرة قوي. باي باي. لا هعدي على حياتك طبعا قبل ما امشي طبعا. ميرسي متشكرة. استاذ عبير حضرتك نسيت الورد. اه ميرسي. العفو استاذ. فين الفستان؟ فين الفستان؟ حالا يا مدام حالا. حاضر. هاي يا بنتي ايه الاخبار؟ انا رايحه اهو بس وانا اكون مخلصه اهو. بس هو ايه اللي بهدله كده؟ الزفت فرق بتاع البوفيه، قلت له يحط لها الكابتشينو في اوضتها راح دلقه على الفستان. المشكله بقى ان هي عايزه الفستان ده النهارده عشان هتحضر بيه فرح واحده صاحبتها دي. لو عرفت ان الفستان ده بالذات جرى له حاجه هتطين عيشتي النهارده. تعالي انا جاي معاكي خلينا نخلص. ادخل. ايه ده يا ريس؟ ايه الجو ده؟ مش قلت لك ما تروحش؟ ايه رايك يا فؤاد؟ عجبك؟ مش مساله عجبني، بس انا اصلي مش واخد على عبير انها تعمل الحكايه دي. مش اسلوبها ولا طريقه تفكيرها. اهي فاجاه الكل. ايه رايك بقى؟ بصراحه رايي انها ما تنفعش في البرامج دي، مش جوها. عبير طول عمرها بتعمل برامج محترمه، تخدم الناس، تخدم المجتمع، برامج مفيده. يا فؤاد الدنيا بتتغير واحنا لازم نسير الجو. وبعدين بنت شاطره وذكيه. طب ما في ناس كتير قوي شطار واذكيه، اشمعنى عبير بالذات يعني؟ عشان استفيد من نجاحها. ايوه في ناس برضو كتير قوي ناجحه، ليه عبير يعني؟ انا مش فاهم، مش قادر افهم. انتوا ليه قلبين على عبير؟ مش قلبين ولا حاجه يا ريس، انا شخصيا غيران على نجاحاتها القديمه. لا ما تقلقش انت بقى على نجاحاتها القديمه، خلينا في نجاحاتها الجديده اللي هتحصل ان شاء الله. البرنامج الجديد هينجح ويكسر الدنيا. انت شايف كده؟ عبير ايه اللي دخلك هنا؟ فين السكيورتي؟ السكيورتي؟ السكيورتي ليه انا يا عبير؟ ده انا بحبك عبير. انا اتغيرت، بقيت الكرم اللي انت عايزاه. قومت نفسي من اول وجديد وكلمت رجال اعمال والشركه بقت تمام. انا بقيت تمام يا عبير. ارجوك ارجوك نرجع لبعض، انا محتاج لك. بقيت تمام لنفسك وكفايه بقى فضايح حرام عليك. عبير ارجوك انا بحبك، صدقيني انا لسه بحبك. اطلع بره، مش عايزه شوشره هنا كمان في القناه. اللهم طولك يا روح. عبير عشان خاطري انا ماليش غيرك، انا محتاج لك والله محتاج لك. احنا مش طلقنا وانا بريتك، عايز مني ايه تاني؟ بس ارجوك 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 نرجع لبعض. كرم عايز ايه؟ ممكن 1000 جنيه سلف؟ هي عادتك ولا هتشتريها؟ مش جديد عليك، مفيش فلوس. طب 500؟ اتفضل اطلع بره. طب اي حاجه، انا ما معيش فلوس اروح. ان شاء الله ما روحت، انا مالي. اطلع بره، اهرب بره. كده؟ اه كده. يعني ده اخر كلام عندك؟ اللهم طولك يا روح. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك، انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. انا هوريكي. مش جديد عليك قله الادب، اطلع بره. هفضل كده لحد امتى؟ خير يا مدام؟ هو في خير ايه؟ انت كنت فين اصلا؟ انا كنت بنضف لحضرتك الفستان، اصل الواد فرج بتاع البوفيه وقع عليه الكابتشينو يعني. من وقع الكابتشينو على الفستان اللي هروح بيه الفرح؟ ما انا هقول لحضرتك، اصل هو يعني وقعه غصب عنه وانا رحت نضفته. انت مخك ما بقاش في الشغل خالص، وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. انت مش مراعيه اكل عيشك. فين البروش؟ ضاع بقى، اتسرق، اهمال. دوري عليه. لا دوري عليه. موجود والله. اتفضلي دوري عليه. مش هتلاقيه يا مدام. موجود. سيبي اللي انت عماله تكركبيه ده، والفستان اللي اتبهدل اللي هروح بيه الفرح اللي في ايدك ده. البروش هنا والفستان. سيبي، انا دورت، هو مش هنا يا مدام. انا حطاه ازاي؟ مش موجود. اتفضلي اطلعي بره. لا
ليه يا مدام بس؟ اتفضلي اطلعي بره. عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني، دي اخر مره. قلتيها كتير قوي وسامحتك كتير قوي. اتفضلي اطلعي بره، انا اللي فيا مكفيني النهارده، كفايه عليا كده. اتفضلي اطلعي بره وسيبي الفستان اللي اتبهدل في ايدك. والنبي يا مدام الله يخليكي، دي اخر مره. والنبي الحبه بقى الحبه، اتفضلي اطلعي بره. طب انا هدور على البروش دلوقتي حالا، والنبي هطلعه دلوقتي. مش قلتلك اطلعي بره؟ ازعق اكتر من كده؟ اتفضلي لو سمحت اطلعي بره. سامحيني يا مدام والنبي اخر مره الله يخليكي. انا قلت اللي عندي، اتفضلي اطلعي بره. بره بره بقى يا مدام، الارزاق بيد الله. شوحي شوحي، ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. مساء الخير، ممكن ادخل يا فندم؟ طبعا طبعا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي، نورت المكتب. الله يخليك. واي وقت بعد كده تحبي تقابليني فيه ادخلي بدون استئذان. ما هو ما كانش ينفع ان انا اخلص الحلقه وامشي من غير ما اسلم على حضرتك. بس الحلقه كانت رائعه، برافو عليك يا نجمه، يا نجمه نجوم الاعلام المصري. متشكره، ده كله بتشجيع حضرتك. لا ابدا، ده بمجهودك انتي. انت عارفة انا ما بحبش المجاملة خصوصا في الشغل. اه طبعا، ولو اني يعني مش دي نوعية البرامج اللي انا متعودة اقدمها. حضرتك عارف ان انا من يوم ما جيت القناة هنا وانا بحب اقدم البرامج اللي بتساعد الناس وتفيدهم. بس هنعمل ايه بقى، دي اتجاهات كل القنوات بحجة ان الجمهور عاوز كده. ما هو انت عارفة بقى ان احنا لازم نسير الموجة، والمنافسة بين القنوات بقت نار، والإعلانات هي دلوقتي اللي بتتحكم في المنافسة. بكل أسف. بس سيبك انتي، الحلقة هتاكل مع الناس. برافو عليكي. ده كلام برضو اتقال في تليفون يا ريس. اهلا يا كابتن. ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت يا فقش، البرنامج بتاعي هيتلغي. اخ يا كويس انك فكرتني، انا والله كنت ناوي اكلمك واقول لك، بس انت عارف مشاغلي بقى. فؤاد، انت عارف انا بحبك ومعجب بيك قد ايه، بس ده مش معناه اننا نستغنى عنك وعن خدماتك. لا صحيح، انت العقد بتاعك قرب ينتهي، بس احنا ممكن نشوف لك حاجه جديده ونجدده لك. حاجه تانية زي ايه يعني؟ برنامج طبخ مثلا؟ طبخ ايه؟ انت بتتريق على كلامي ولا ايه يا فؤاد؟ شوف لك فكره برنامج رياضي جديد، حاجه كده تكون اوبن اير، شويه موزز حلوه، لقاء مع فنانات. موزز ايه واوبن اير ايه؟ انا راجل بقدم برنامج رياضي محترم، قبل ما اجي هنا كنت ناجح، وجيت هنا فضلت ناجح وحفضل ناجح. لا الكلام ده معادش بقى، الناس عاوزة الستايل الجديد، عاوزة تغيير. تغيير تغيير؟ صدق الواحد ما كانش واخد باله انه بقى موضة قديمة قوي كده. بس انا متشكر قوي، متشكر على النصيحة الغالية دي، اوعدك اني هنفذها، اوعدك. أنا عجبتني الحلقة قوي، علشان كده اتفقت مع الشركة المنتجة إنها تعمل لنا سيزون جديد. ياه، معقولة بالسرعة دي؟ طب كنا استنينا كام حلقة كمان. أصل بصراحة مش هكذب على حضرتك، التجربة دي جديدة وغريبة عليا. ما هو الجواب بيبان من عنوانه، يا نجمة الإعلام المصري. الله يخليك، متشكرة قوي بصراحة على ثقتك فيا دي. إيش في العصير؟ ميرسي، ما انت عارفه بقى ان انا عامل دايت. عموما اما تخلصي ال 30 حلقه اللي معاكي وجهزي ب 30 حلقه جداد.
تلات ايه ده؟ واحنا كده هنعرض على مدار السنه كلها بقى ولا ايه؟ لا انت هتعرضي حلقتين في الاسبوع. حلقتين ازاي؟ ما هو الكابتن فؤاد هنلغي البرنامج بتاعه لانه مش محقق نسبه مشاهده وانت هتاخدي المساحه بتاعته. ايوه يا فندم، بس حضرتك كده هتحطني بقى في موقف محرج جدا مع كابتن فؤاد. لا انسى الموضوع ده خالص، انا كنت عايز اعمل الحكايه دي من زمان. وبعدين مش ذنبك انك اعلاميه شاطره. الله يخليك. اللي تشوفه. ومكملين فقراتنا، ودلوقتي هنبدا اول فقره. عندنا ثلاث صناديق زي ما حضرتك شايف كده، فنان الجميل حسام فارس. الصندوق الاول والثاني والثالث ابيض اخضر اسود. تمام، هنفتح الصناديق ونشوف الحاجات اللي جواها حضرتك بتستعملها ولا لا. ويطلع مقلب بقى ونلاقي تعابين وعقارب والجو ده، صح؟ والله ما نعرفش هنطلع فيها ايه، ده بخت بقى، ربنا يستر. احنا هنشوف هيحصل فيها. هنفتح اول صندوق، الصندوق الابيض، ونشوف اللي جواه حضرتك بتستخدمه ولا لا. ما تخافش، ما تخافش، افتح مايكروفون. ها، بتستخدم المايكروفون ولا لا؟ والله انا اتعامل معاه لقاءات، لكن انا عمري ما غنيت ولا بقيت مذيع عشان استخدمه. ما يعني انت ما مسكتش المايكروفون قبل كده؟ لا عمري. طب لو استخدمت المايك وحبيت تغني مثلا، تغني لمين؟ هو انا عمري ما غنيت، انا صوتي وحش جدا. ولا في الحياه كده، في الصالون، في المطبخ وانت بتعمل حاجه؟ صدقيني مش في مصلحتك ولا مصلحه الناس خالص. لا، الناس بتحبك والناس هتحب كل حاجه هتقدمها لها. انطلق. طب اتفضل يا فندم. والنهارده معانا المذيعه المشهوره عبير، وضيفتنا النهارده فهنسالها انت مين؟ برنامج انت مين؟ قولي لي انت مين؟ طيب انا مذيعه وبعمل تاني حلقه من برنامج اسمه انت مين؟ مش انا. وان شاء الله يا رب يعجب الجمهور. ندخل على ايه؟ الصندوق الاخضر ولا الاسود؟ الصندوق الاخضر. الاخضر. تمام، اتفضل. انت ليه خايف كده؟ والله قلقان، اصل الدنيا طيب؟ ما بقاش فيها امان خالص. عبير ليك حق والله. يلا ده بسكوت. تستخدم البسكوت ولا لا؟ والله انا عامل دايت، بس يعني احيانا لما ببقى رايح الجيم ومش واكل لازم اخد اي كربوهيدرات وسكريات، علشان الواحد بيحرق كتير في الجيم. طب عايز تاكل بسكوت دلوقتي ولا لا؟ ممكن. يلا يلا انا والشفا. ما هو لازم كل صندوق نستخدم اللي فيه او ما نستخدمش اللي فيه. ماشي، اوكي. لانا والشفا. تمام، طبيعي جدا. شفت مفيش تعابين ولا اي حاجه، حضرتك خايف كده على الفاضي. انا قلقان جدا. طيب. لا لا لا، اهدى كده بس. هنرجع الصندوق الاخضر ونفتح الصندوق الاسود. ده انا قلقان منه بجد. انت قلقان من اول الصندوق الابيض يا عم. في كمين يعني، فده يطلع فيه كمين في الاخر، صح؟ تفتكر هيطلع فيه ايه؟ استنى، ما تفتحوش. تفتكر يعني ممكن يطلع فيه ايه كمين؟ حاجه تقيله، ما اعرفش. لا يعني يطلع فيه ايه كمين؟ ما انا ما اعرفش والله. عبيد البرامج اليومين دول بقت صعبه قوي، تلاقي فيه مش عارف يطلع تعابين وايد واحد تحتينا كده، ربنا يستر. طب يلا تعالى نجرب نفتح الصندوق. بسم الله. في ايه الصندوق؟ ايه ده بقى ده؟ ليه كده؟ ليه كده ايه؟ ده مسدس. انت بتستخدمه ولا لا؟ انا عندي مسدس مرخصه، بس ما بمشيش بيه كتير دلوقتي يعني. تمام. طب استخدمته مثلا في الحياه ولا في التمثيل؟ لا، بيبقى معايا المسدس بتاعي يعني. كنت بمشي بيه بالعربيه لو انا عندي تصوير في اماكن مقطوعه، لو انا مسافر بالليل في طرق صحراويه. بيبقى معايا، لان احنا زي ما انت عارفه ان احنا ممكن نبقى بنصور في مكان جبل طبعا، وخارجين واحنا مش عارفين الدنيا عامله ازاي. فكنت بستخدمه من فتره، بس دلوقتي موجود في البيت. تمام. يبقى احنا كده الثلاث صناديق طلعت حضرتك بتستخدمه. تمام. احنا كده خلصنا من الفقره الاولى، هندخل على الفقره الثانيه. والفقره الثانيه المفروض ان احنا في فايز معانا بعمره، هو الحاج خليل، ويا ريت ان حضرتك اللي تقدم له الجائزه بتاعته. ما شاء الله، طبعا ده شيء يشرفني طبعا.
معانا الحاج خليل. اتفضل يا حاج. ألف مبروك يا عم خليل. الله يبارك فيك. متشكرين متشكرين قوي. ألف مبروك وربنا يتقبل إن شاء الله. ربنا يخليك. متشكرين قوي. مبروك يا حاج. مبروك مبروك يا حاج. بس أنا ليا طلب صغير ممكن. عينينا. اتفضل يا حاج. ربنا يخليك. أنا عندي ابني ابني خريج جامعة لي 10 سنين دلوقتي ولحد دلوقتي ما اشتغلش ومش عارفين نشغله، فعايزين نشوف له شغلانه كده. هو خريج تجاره بتقدير جيد. وماله حاج، سيب العنوان واحنا هنشوف ايه اللي نقدر نعمله ونعمله له. لا عنوان ايه، انا ما جايبه معايا. هو يا محمد. محمد اهو اهو ابني اهو ما شاء الله عليه اهو محمد اهو. أهلا هو يا محمد. مش لاقي شغل. ازيك يا محمد؟ نور الدنيا يا حبيبي. اهلا بيك. مش لاقي شغل وعايزين ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا حاج. عليك ارحمني بقى. لا ان شاء الله. انت من الناس يا ابني بقى. حاجه مش عايزك يا بابا. انت كده هتعلق. معلش يا محمد، ما ينفعش تمسك بابا حبيبي. ارحمني بقى. اهدى يا محمد. هشوفك شغل. انت حالك انت بس. خليك ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ازاي كده؟ خليك شويه. بتتكلم بادب. بتتكلم ماشي. خليك في حالك. مش دعوه عندك. انت خلي عندك ثقه. انت تصرف كل المشاكل دي عاجبك كده؟ ايه ده ايه ده. ولا ولا انا هقتلك. ولا انا هقتلك. ولا 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 ضابط جلع. جلع ضابط جلع. لا تقول ده ولا ايه يا عم؟ ولا انت عبيط ولا ايه؟ مجنون ولا ايه ده؟ انا هقتلك والله هقتلك. وايه ده؟ حد يطلب اسعاف يا اخوانا. نهار ابيض يا نهار ابيض. انتوا واقفين كده يا اخوانا. طب حد ينده اسعاف يا جماعه. يا عبير انتوا بتهزروا هزار دمه تقيل قوي بجد. يعني ايه بقى؟ انا ما عملتش حاجه. انت اللي عملت كل حاجه. انا عملت؟ انت بتهزري يا عبير ولا ايه؟ لا انت اللي عملت. انا ما عملتش حاجه. ايه الهزار ده يا جماعه؟ لا اله الا الله. بتهزري؟ صراحه احنا بنهزر. يا هزار دمه تقيل قوي بصراحه يا جماعه. يعني هزار دمه تقيل قوي والله يا عم. هزار دمه تقيل قوي. نشفت دمي بصراحه. هي اللعبه كده. حرام عليكم والله. كان لازم نعمل كده. قوم يا عم خليل سلم على حسام. عم خليل سقفه لعم خليل. مية مية. عايش الدور تمام صح. اه يلا يا عم خليل. يلا يا عم خليل. نام. عم خليل مصدق. ايوه يلا يا عم خليل. مقلب خليل. يلا قوم يا عم خليل. عم خليل تسقيفه كمان يا عم. العم خليل. يلا يا عم خليل. استنوا استنوا. الراجل قطع النفس يا راجل. يعني ايه ده؟ في رصاصه بجد دخلت في صدره. رصاصه ايه يا عم؟ بتهزروا يا جماعه ولا ايه؟ مش ده المسدس اللي انت اشتغلت بيه الحلقه اللي فاتت؟ لا مش ده المسدس اللي انا جايبه. يعني ايه؟ مش ده المسدس اللي انا حطيته في الصندوق. يعني ايه؟ يا نهار اسود. يا نهار اسود. بتهزروا صح؟ بتلعبوا؟ بتلعبوا؟ بتلعبوا معانا؟ بتلعبوا معايا؟ يعني ايه؟ يعني عم خليل مات بجد؟ يعني قتلته؟ يا نهار اسود. يا انتوا عملتوا فيا ده المقلب ولا بجد ولا ايه يا جماعه؟ لا يا جماعه مش معقول. يا نهار يا عم خليل. قوم انت بتهزر معايا صح يا عم خليل؟ يا عم خليل قوم. يا عم خليل نهار اسود. ايه ده؟ لا 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 انتوا بتهزروا. انتوا بتهزروا معايا يا عم خليل. عم خليل. عم خليل. Thank you.
أنا مش فاهم إزاي قدر يدخل سلاح حقيقي جوه الاستوديو. ده ممنوع في المدينة أساساً. المدام عملت نفس المقلب اللي عملته الحلقة اللي فاتت. معرفش بقى إشمعنى المرة دي يعني اللي حصل كده. خالص وانا بسمع كل اللي بيحصل بره. يا مدام انا حطاه ازاي مش موجود؟ اتفضلي اطلعي بره. ليه يا مدام؟ اتفضلي اطلعي بره عشان خاطري يا مدام والنبي سامحيني دي اخر مره. قلتيها كتير قوي. اخر مره الحبه بقى الحبه. اتفضلي اطلعي بره يا مدام والنبي اخر مره. الله يخليك. انا قلت اللي عندي. اتفضلي اطلعي بره. بره بقى يا مدام. الارزاق بيد الله. شوحي شوحي ما ده العاده بتاعتك. وارمي الفستان قوي. انا ما اعرفش اي حاجه يا فندم. الموضوع ده كله مسؤوليه عامل الاكسسوار. والله العظيم يا باشا هو نفس المسدس اللي بستعمله كل مره. يا فندم انا ماليش علاقه بالموضوع ده كله. انا بنفذ اللي هما بيقولوه. وبعدين اتفاجئت ان المسدس حقيقي. بعدين لما اقصد لو شفت حد بيبدله كنت هقول لك على طول يا باشا. بعدين يعني انا لو كنت عارف ما كنت هقول. اصلي يعني هي المواضيع كلها واضحه. انا عم خليل ده راجل طيب ومحترم ملوش اعداء علشان حد يقتله. يا فندم انا ما عنديش حاجه اقولها. كل اللي اعرفه ان المسدس ده اتبدل ازاي انا ما اعرفش. وبعدين هبدله ليه؟ ايه مصلحتي؟ ده في الاخر برنامج. انا ما بشكش في حد. انا ما بشكش في حد خالص. انت بقى الناس بتتفرج عليكي وبيسقفوا لك. انا بقى هخليهم يتفرجوا عليكي وانت في مصيبه سودا. اما وريتك يا عبير. قدام الناس قدام الكاميرات كلها ازاي فندم؟ طب يعني طب ما هو بالعقل الحكايه كلها بالعقل. يعني لازم برضو البني ادم يفكر شويه. يعني انا من البرنامج فيه هزار اعمل فيه كده ليه؟ ازاي يا فندم؟ ازاي يعني ازاي كله بالعقل؟ الحقيقه انا مش عارف حضرتك طالبني ايه. انا ما كنتش موجود اصلا يوم الجريمه. انا بخلص البرنامج بتاعي قبل البرنامج بتاعها بساعتين. بخلص وبمشي. انا كنت موجود اول يوم تصوير ليها بس عشان ابارك لها مش اكتر. لكن يوم الجريمه انا ما كنتش موجود. بس تحليل المعمل الجنائي اثبت وجود بصمات ليك على المسدس يا كابتن. بصمات ازاي يعني؟ واكيد غلطانين. هو المعمل الجنائي في بينه وبينك مشاكل شخصيه مثلا؟ يعني ايه حضرتك مش فاهم؟ ولا برنامجها عالي قوي واخد وقت اكبر ومساحه زياده، او يكون لها استحسان عند مدير القناه زياده شويه؟ عبير مش اشطر ولا احسن مني. الحكايه كلها انها اكلت عقل رئيس القناه. شويه دلع على شويه مياصه يعني. ده مش معناه ان انا ابدل مسدسات يا باشا. بس بعد تفريغ شرايط المراقبة اللي في القناة اتأكد
تأكدني إن أنت اللي بدلت المسدسات. أنا اللي بدلت المسدسات عشان مش هسمح لها تدمر حياتي مرتين. أنا حبيتها زمان وسابتني ورحت اتجوزت واحد تاني عشان أغنى مني. سابتني عشان الفلوس، عشان إنسانة أنانية دخلتني المصحة. مش هسمح لها تدمر حياتي تاني. هقتلها وهقتل رئيس القناة كمان. استاذ عبير سعيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك سعيد. الناس كلها في المحطه كانت بتدعي لي وكنا متاكدين ان ربنا هينصرك ويظهر الحال. شكرا. نورتي بيتي. الحمد لله على السلامه يا استاذه. ازيك؟ نورتينا. الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. اهلا. ازيك؟ متشكره قوي، متشكره جدا. نورتي الدنيا يا استاذه. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. وحشتوني كلكم والله. الحمد لله على السلامه. مارك متشكره ليك. الله يسلمك. توني متشكره جدا. الله يخليك. الله يخليك يا حبيبي. متشكره ليك. متشكره قوي يا معتز. نورتينا يا سيد الكل. الله يخليك. متشكره ليك. متشكره قوي. الله يسلمك. الله يسلمك. نورتي. كنت وحشني جدا. كنت وحشني جدا. عايزه احكي لك. عايزه احكي لك على اللي حصل. لا بص يا معتز، مش كل مره هنعمل نفس اللي قال. اتفضلي يا عبير، اتفضلي. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. بتهيألي التجربه السخيفه اللي انت مريتي بيها قوتك زياده وحمستك اكتر للشغل، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. طيب اقدر اقول بقى هتكوني مستعده امتى ترجعي برنامجك تاني؟ اسمح لي يا فندم، انا مش هعمل برامج مقالب تاني ابدا. ليه؟ دي الفكرة كانت ظريفة وكسرت الدنيا. أنا عارفة طبعاً يا فندم، بس بعد تجربتي الأخيرة الحياة أكدت لي نظريتي في الحياة. كفاية أنا بقى نضيع وقت الناس في كلام فاضي. هيستفيدوا إيه يعني لما يشوفوا فنان خايف ولا فنانة مرعوبة؟ إحنا كده بنضحك على آلام الناس وبنقتل هواهم وجوانا احساس الرحمه. عندك حق. امبارح لقيت ابني متصور سيلفي مع عربيه عامله حادثه. بيني وبينك خفت عليه، حسيت ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل جواه. مش جواه بس يا فندم، ده جوانا كلنا. عشان كده عايزين نرجع نشجع الناس ان هي تعمل برامج كلها خير وحاجات فيها فايدة. ضيعنا وقت كتير قوي في برامج تسالي تافهة وبرامج ملهاش أي لازمة. Thank you.
عايزين نساعد أطفال مصر عشان نساعد بعضينا، كل واحد باللي يقدر عليه، وربنا معانا. طرشتي؟ انتوا خلصتوا اللبن كله؟ حرام عليك، انا عندي بطوله يا اختي. تنيلي يعني كان بطوله مسلسل تركي؟ بارك فيك. انت عارفه ان انا اصلا من الاول كنت متاكده ان انت اللي هتكسبي البطوله دي، عارفه ليه؟ اشمعنى بقى؟ لان انت اصلا اقوى بنت في الجامعه كلها. بعد كده بقى ما حدش هيقدر يقرب لك، الناس كلها تترعب منك اكتر ما كانوا بيترعبوا اصلا. هاتلي شنطتي من عندك يا نجاة. طيب اوكي. انت الشنطه يا نجاة. حاضر يا رضا. اهو. بس ايه يا بنتي الافتراء ده؟ انت مسكتي البنت طحنتيها. شفتي؟ شرفتك ها؟ جدا، بس ربنا يستر المره الجايه ما تعملناش مصيبه وانت بتشرفيني. لا يا شيخه بعد الشر. ربنا يستر. الف مبروك حبيبتي، عقبال كل مره يا رب. الله يبارك فيكي. رضا مبروك يا حبيبتي، بجد كنت جامده جدا، اصلي اصلي يعني. الله يخليك. الف مبروك يا عم رضا. ربنا يخليك يا وحش. الواحد بعد كده يمشي في الجامعه في حمايتك ولا ايه؟ ما انت طول عمرك في حمايتي اهو. طب خد، عايز اقول لك على حاجه. مبروك يا رضا. الله يبارك فيك. ما تيجي تحشش معانا النهارده بالليل عند الواد جوده؟ لا روح امك، انت عارف ان انا ماليش في الحشيش، انا بشيش. ايه ده يا بوزو، ايه الكلام ده؟ ايه انت مالك؟ ده كلام شبان. مالي ازاي يعني؟ رضا صاحبتي لازم ادافع عنها. عليك انت وصاحبتك في يوم واحد. طب وليه يا عم الغلط ده بس؟ يا الله 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 الله. لا صلاه مش هقدر كتير، بس بقول لك ايه، انا بتكلم على ديك اديك. طب اقعد يا رضا، يا رضا اسمعني. انت مش رضا، مش متغفليني كتير على الواد يعني؟ واد زباله وحيوان. معلش خالص،
ما قلت لك 60 مره ما تتكلميش مع الحيوان ده. ما كلموش ازاي يا رضا؟ مش خطيبي؟ كان خطيبك وسبتوا بعض. ما احنا رجعنا لبعض تاني امبارح. طب لحد ما تسيبوا بعض تاني بقى ما تكلمينيش تاني. ايه ده يا رضا؟ انت بتغيري عليا من خطيبي؟ انت مش طبيعيه بجد. هو ده اللي عندي. عجبك؟ عجبك اللي عملته؟ غفلتني هناك من غير ما اخد بالي على فكرة. انتوا كل ما تشوفوا بعض كده تعملوا لكم نصيبة مع بعض؟ على فكرة بقى المرة الجاية لو قفشتها مش هحلها، هعورها في وشها. لو تقدر بس عليها ابقى اعورها يا اخويا. والمصحف اقدر، بس تديني فرصة هي. على فكرة بقى أنا زهقت من اللي بيحصل بينكوا ده، ولو اتعرضت رضا تاني يبقى انسى بقى إن احنا نكمل مع بعض. ما أنت شايفاها بتتعامل معايا إزاي هناك؟ لا الله، ما انا مش برضو مش شويه يعني، هي داخله فرد عضلاتها عليا، كلتني بالنص هناك ما شفتش اي حاجه في وشي. انت يعني اللي بتتعامل معاها عدل قوي يا اخويا. يا ساتر يا رب، نسيب لا تكون شايفانا. ايه تعبك قوي؟ معلش 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 يا ابو زهره، روق كده وما تزعلش نفسك. البنت زعلتني قدام الدنيا كلها. وبعدين انت ما حوشتش ليه؟ لا حوشت يا عم، مش واخد بالك ولا ايه؟ البنت فرهدتني، اديتني زغدي بايديها، رزعتني على الكنبه. ما انت رخمت عليها برضو كتير. انا كلمتها يا عم. انت اقول لك ايه؟ قول يا كبير. خد ال 20 جنيه ديت، هتلاقي كاروش قاعد على القهوه في الصفت. خد واستناها في حته وزعلها في وشها. يا عم دي ما تكفيش، اعمل بقى اي حاجه. يا عم اتصرف بقى، انا كده كده ليا فلوس عنده. طب انت مش جاي معانا الطلعه دي ولا ايه؟ لا انا عندي محاضرة. عندك محاضرة؟ طب تمام، سلام. اكلمك على التليفون واطمنك. ماشي. دي شكلها ورمت ولا ايه؟ هو ده رضا؟ رضا يا بنتي هنا. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بقى اللي جابوك يا بنتي. ماشيين ورايا ليه؟ انا لازمني بصراحه الكاس والميداليه اللي انت لسه كسبها من النهارده دول، عايزهم. بقول لك ايه، ما تخليش هتغاب عليك ياض. تغاب على مين يا بنتي؟ بدل ما اعملها معاك. حل على فوق الساعات. لا بقى دول بقى لازمني. ما تخليش هتغاب عليك. تغاب على مين يا بنتي؟ بس بقى اقول لك على حاجه، خلي بقى البوكس ينفعك. نهارك اسود، ايه بنت اللي شرطان لك وشك كده؟ انت كل يوم ترجعي لي متبهدله ومتخانقه كده، وشك وجسمك بقى كله شوارع. هتبوري وتقعدي جنبي وما تلاقيش اللي يرضى بيكي. انا اللي مش هرضى بحد. عمك لو شافك كده مش هيدينا ولا مليم. هو ده اللي يهمك؟ اللي عن سماه يا امه، مش ناقصه ولولتك دي. ولولوا عليكي ساعه وسكتوا يا بعيده، من يومك وانت مجرسانه. ولما تكوني واتش محتاجي خناقات في المدرسة وفي الحارة وفي البيت وكمان في الجامعة. منك لله يا شيخ، منك لله. Thank you.
عليه من هجوم. شكرا يا استاذ رضا. عفوا. شكرا. ايوه حقك عليا يا رضا، انا اسفه. انا اول ما عرفت اللي بوزه عمله معاك انا رميت له الدبله في وشه. انت فاكراني هسكت له؟ ده انا هفتح قرن ام بكره في الكليه. يا بنتي لا خلاص بقى، ما تعمليش حاجه تاني. بقول لك كفايه عليه ان انا رميت له الدبله في وشه، ده زمانه دلوقتي قاعد بيعيط لامه. المهم سيبك منه، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي في موضوع. ايه رايك يا رضا لو تروحي لدكتور نفساني؟ انا اتفرجت على دكاتره كتير في البرامج وسمعتهم بيتكلموا على البنات اللي حالتهم زي حالتك، وهم بيقولوا ان هي اكيد ليها علاج. يا بنت اللي بتقولي ده، انت شايفاني مجنونه ولا بشد في شعر؟ ده انت اللي عايزه تروحي للدكتور. يا بنتي انت صاحبتي واختي وانا عايزه مصلحتك وخايفه عليكي. اسمعي الكلام بقى عشان خاطري، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي يبقى لازم تروحي للدكتور. ويا ستي لو انت شايله هم الفلوس انا هدفع لك فلوس الدكتور، ولما تقبضي بنتي اتفقنا؟ ما هو من الاخر كده انا خلاص حجزت لك، وهتروحي يعني هتروحي وهاجي معاكي كمان. مش رايحه حد. بقول لك ايه، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. سلام. عليكم. عليكم السلام يا رضا. ارضحي برضو يا امه، حرام عليكي، الواد الصغير اتهفت ما بياكلش. قال يا جاري اطبخي يا سيدي كلف، وهو ده الموجود. بطلي بطر بقى. والله ما بطر يا امه، والله ما بطر، بس انا بشقى وبتعب في الكليه وفي الشغل. حرام عليكي. وبعدين انت قاعده بتاكلي وسايبه عاطف، هو فين يا بنت؟ الواد في الدرس. بقول لك ايه، ما تكلمي عمك يشوف لك شغلانه بمرتب كبير شويه، ده حقك عليه يا عبيطه. ان شاء الله هيحصل يا ام، هشوف انا شغلانه تانية، بس ادعي لي بس اخلص كليتي على خير. ما تدعي لي يا ام. ربنا ينجحك يا اختي. حصلت اروح لدكتور نفساني؟ هو انا مجنونه؟ انا مش مجنونه عشان اروح لدكتور نفساني. ايه بنت يا رضا لابسه ومتقدكه كده وراحه على فين؟ راح اتفسح. اتكلمي عدل يا بنت، راحه فين؟ يعني هكون رايحه فين على صباحيه ربنا كده؟ رايحه الكليه، مفيش فطار. لا مفيش فطار عشان مفيش فلوس. امبارح مفيش عشاء والنهارده مفيش فطار. انت بتاكلي فلوس يا وليه؟ جالك السم، مش بتفطروا وتتغدوا وتتعشوا؟ بقول لك ايه، اعملي حسابك اما ترجعي من الجامعه هتاخديني معاكي عند عمك، مش هو يبقى قاعد في النغنغه دي كلها واحنا مش لاقين ناكل. حرام عليكي، الراجل كل شهر بيدينا شهريه وهو مش ملزم بيها، كمان نضايقه ونروح لحد عنده نرخم عليه؟ ايه بقى؟ وبعدين انا اصلا النهارده وبكره مشغوله ما عنديش وقت. سلام. رحمه ابوكي لا اروح له بنفسي وانا هغلب يعني. ادخل. اهلا وسهلا، اتفضلي اقعدي. لا مش هنا، هنا. ما هنا كويس حضرتك. لا معلش استاذنك تقعدي هنا. ها
قولي لي بقى ايه مشكلتك؟ انا عايش ميت يا دكتور، حاسس اني مسجون في جسم حد معرفوش، واحدة معرفهاش. مش ده جسمي؟ مش المفروض يبقى ده جسمي؟ عارف يا دكتور، وانا صغير كنت كل ما بنام بتخيل ان انا هصحى الاقي نفسي رجعت الجسم الطبيعي، جسم راجل. غير ان انا دايما حاسس ان كل الناس ما بتحبنيش، محدش بيحبني، حتى اهلي، اصحابي، الناس اللي في الشارع بيبصوا لي بصات سخيفه وبيتريقوا عليا، بيسالوا اسئله سخيفه ما بعرفش ارد عليها، كتير بيضطروني ان انا اتخانق ويجروا شكلي، فبضطر اتخانق معاهم واضربهم واتضرب. محدش بيحبني، انا تعبت ومش لاقي حل اللي انا فيه، مش عارف اعمل ايه. ها كملي يا رضا، ايه تاني ممكن يضايقك؟ نجلاء، كل الناس فاكرينها انها صاحبتي، بس هي حبيبتي. انا بحبها قوي، بس مش عارف اقول لها، خايف تزعل مني تتصدم. مش بعيد تفتكرني شاذ، وانا بعرف ربنا مش عايز اعمل حاجه غلط. ايوه، هو الحقيقه يا رضا المرض اللي عندك ده اسمه GID، نوع من انواع الاضطرابات في الهويه الجنسيه. يعني جسمك بيبقى جسم بنت، لكن كل تصرفاتك وميولك كلها ذكوريه. ده حلو ايه؟ والله الحل انت محتاجه شويه علاج تمشي عليه، وبعد كده هنشوف. ماشي يا دكتور، يا ريت. ان شاء الله. طلعتيش معايا ليه عند الدكتور؟ كنت محتاجاكي قوي. ما كانش ينفع اطلع معاكي يا رضا، متهيألي كان لازم تبقي لوحدك احسن. المهم طمنيني، الدكتور قال لك ايه؟ انا ما فهمتش منك حاجه. كتب لي على ادويه وقال لي ابقى اروح له تاني. طب انا عايزاكي تيجي معايا عند عمي، عشان هو المفروض يديني النهارده الشهريه بتاعتي، وبالمره اديكي حق كشف من الدكتور بقى. ماشي يا رضا، اوكي، بس ما نتاخرش والنبي بسرعه. اه المقطم يا اسطى. يا سلام يا اولاد، ده الجو حلو قوي النهارده، يا ريتنا كنا بدانا شغل بدري يا جدعان. ما تبص قدامك يا اسطى وتركز في سواقتك. هلا بقول لك ايه يا انسه، هو احنا في اكتوبر ولا نوفمبر؟ والله معرفش، والله احنا في ايه؟ ما قلنا لك بص قدامك، هو في ايه؟ جرى يا اختي، انت حد جه جنبك؟ انا بكلم الحلوه، ولا انت يعني عشان مش لاقي حد يكلمك كلمتين حلوين؟ بكره ان شاء الله تلاقي نصيبك وتلاقي اللي يقول لك كلام شبه كده. توقف على جنب يا اسطى، عشان اقسم بالله العظيم يا سعاده الباشا ما عملت لهمش حاجه، انا راجل سواق شقيان على لقمه عيشي من صباحيه ربنا. يا بيت حرش بينا، فاضطريت ادافع عن نفسي. اسكتي انت، اتفضلي انت.
ايوه يا فندم حضرتك، هو ده اللي حصل بالظبط فعلا. السواق ده عكسنا احنا الاثنين وحصل منه تحرش لفظ. يعني عاوزين تعملوا محضر تحرش؟ لا 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 يا باشا خلاص، محضر ايه بس، انا متنازل عن حق سعاده الباشا وهدي تبقى قصدي. وانا مش متنازل عن حقه ومتمسكه ان انا اعمل له محضر تحرش. يا بنتي بس بقى ابوس ايدك خلينا نخرج من هنا. وحقنا حقنا ايه ده، انت بوظتي للراجل وشه. كفايه بقى حقنا خدناه زياده. ماشي عشان خاطر الانسه بس. انت ذكر يا بنت، اللهم طولك يا روح. يا فندم انسه انسه يا فندم، البطايق مع حضرتك اهي، ممكن بقى نستأذن احنا؟ اتفضلي. مع السلامه. طب وانا يا باشا؟ انت بقى تغور في 60 داهيه وما اشوفش وشك هنا تاني. حاضر يا سعاده الباشا، حق البطاقه بس. يلا غور. شكرين يا باشا. Thank you.
دخل هنا. ازاي تخش هنا؟ بسرعه فين؟ ما تخافوش. انا مش ها يا رضا، طمنيني عليكي، عامله ايه دلوقتي؟ مفيش فايده يا دكتور، حصلش حاجه، والدواء اللي حضرتك كتبت لي عليه ده ما عملش معايا اي حاجه، لسه الناس عماله تضايقني، بتضايقني كمان اكتر من الاول، مش عارف اعمل ايه. طيب احساسك ايه بجسمك؟ زي ما هو، مفيش حاجه جديده، مفيش تغيير. انا لازم ابطل الدواء ده، غالي قوي على الفاضي وما منوش فايده، ما بينوبني منه بس غير الزغلله، وبحس ان انا مخي منمل ومش عارف اشتغل، ده انا حتى مبقتش عارف أشوف شغلي في الصالون زي عوايدي. طيب أنا مش عارفة أقولك إيه، بس أنتي يعني من وجهة نظرك أنتي شايفة إيه اللي يرضيكي؟ اللي يرضيني هيكلفني كتير، مش هعرف أعمله عشان هيحتاج مني فلوس كتير قوي. يا نصيبتي يا نصيبتي يا نصيبتي اوري وشي للناس في الحاره ازاي؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي قلبت تكر؟ ياما انت شفتين رحت عملت العمليه؟ هو انا حلت حاجه عشان اعملها اصلا؟ ياما ده احنا بنكح زباله. بنكح زباله يا بنت، ما ينفعش، حرام حرام. ربنا خلقك بنت تقومي تغيري خليه ربنا وتقلبي راجل؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. يا بنت طب اسالي شيخ الجامع، اسالي القسيس، اسالي الافتاء، اسالي كل الناس، هتجننيني، جننتيني جننتيني جننتيني. الله يجننيني. اه يا انا بالله. أنا مش مصدق إن الضلال انتشر لدرجة العمى وعدم البصيرة. والله ده آخر الزمان. إياكي وإنك تغيري خلق الله. حرام اللي أنت بتقولي ده يا بنتي. طب وإيه هو الحلال؟ إنك تفضلي زي ما خلقك ربنا. هفضل كده، هعيش أتعذب. أي عذاب في الدنيا أهون من أقل عذاب في الآخرة. والله ده علامات الساعة، أي واحد مش عاجبه شكله يقوم يغير جنسه. ده كلام. الموضوع أكبر من كده يا سيدي. هو الموضوع كده، بطلي جدل بقى. طب بالنسبة للصلاة، مالها الصلاة هي كمان؟ أصل أنا ساعات بنسى وبصلي من غير ما احط طرح على شعري. صلاتك مرفوضه.
مرفوضة؟ مرفوضة ليه؟ انت ليه قررت انها مرفوضة؟ مرفوضة ليه؟ انت هتوزع الجنة والنار على مزاجك ولا ايه؟ انت راجل غبي. انت جاي تشتميني هنا يا قليلة الادب؟ لولا ان انا في مكان محترم كنت ضربت. ده برا. إله يا رب تشوفه في عيالك عشان تعرف يعني ايه عذاب الدنيا. بره. حول لا قوة إلا بالله. مش مصدق ان الضلال انتشر لدرجة العمى وعدم البصيرة. والله ده اخر الزمان. اياكي وانك تغيري خلق الله. حرام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي. صلاتك مرفوضة. عمي ماله؟ لا 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 الله لا 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 الله. ايه يا رضا في ايه يا بنتي؟ عمي مات. لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. كل من علي. استني يا رضا خدي فلوس. استني يا بنتي. يا بنتي حول الله يا رب سمعت الخبر وجريت. الامر لله من قبله ومن بعده. لا اله الا الله لا اله. كل من عليها فان كل من عليها. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. شكرا. شكر الله سعيكم. بقاء لله. بقاء لله يا رب. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل تفضل. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. تفضل نقعد هناك. تفضل. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. تفضل يا استاذ. تفضل تفضل تفضل. طبعا انا قصدت اجيبك هنا عشان نعرف نتكلم براحتنا بعيد عن العزه. تفضل اتكلم يا استاذ دمي. انا كنت عايز اقول بس مش هقول. ما تقول يا بيه. يعني اقول؟ اتفضل قول. السلام عليكم يا حاجه. عليكم السلام. حضرتك معاكي فهيم محمد فهيم محامي وهبة بيه. وعايز اقول لك بقى ان وهبة بيه كتب كل ورثه باسم رضا. علي صوتك كده وقول الكلام ده كله من الاول عشان انا مش فاهمه حاجه. بقول لك انا فهيم محمد فهيم محامي وهبة بيه وعايز اقول لك ان وهبة بيه كتب ورثه كله باسم رضا. الله يرحمك يا وهبة بيه. الله يرحمك. كمل يا استاذ.
انا اكمل ايه بس؟ ما انا قلت لك اهو كتب الميراث ومش عايز اي كلام تاني. طب وعاطف؟ لا الوصيه ما فيهاش اي عاطف. ما تقلقيش ياما، انا مش هسيبكم اكيد، هظبطكم. انا مش بنت كلب قوي كده. قطع لساني اللي يقول عليكي كده يا ضنايا، انا بس همي على الواد. يعني البت تاخد كل حاجه والواد يبقى بربص؟ الواد قاصر يا حاجه قاصر. ما تقلقيش، ما تخافيش على اخويا، اخويا معايا. المهم ما تقوليش يا بت دي تاني. حاضر يا اختي، قصدي حاضر يا اخويا. طب المهم يا استاذ، احنا نقدر نستلم يعني الميراث امتى؟ عيب يا رضا، من النهارده لو تحبي كمان. ما يبقاش معاكي فهيم محمد فهيم وتقولي نستلم امتى، وخلي بالك انا كمان من ضمن الميراث، يعني انت ورثتيني، انا المحامي بتاعك. ايوه، يعني الخطوه الجايه ايه؟ ان شاء الله تجيلي بكره الصبح المكتب عشان نخلص كل الاجراءات وتستلم الفيلا والفلوس وكل حاجه، كل اللي انت عايزاه. يلا استاذن انا بقى. السلام عليكم يا حاجه. لا لا لا، استنى استنى استنى، ده انت وش الساعه دي، استنى اما نجيب لك شربات. لا لا شكرا يا حاجه، شارب شارب. السلام عليكم. امسك. ادخلي برجلك اليمين يا اختي. ازيك يا اخويا؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه. يا احنا هنعيش في الفيلا دي؟ الكام شهر مستر يا بابا؟ ايه؟ اتلمي يا ولد، انت هتتنمرض من اولها. سيبي يا ام عاطف، عنده حق. خلاص ما عادش ينفع اروح المدرسه اللي بروحها دي تاني. ليه يا اختي؟ بقى لما ربنا يفتحها علينا نقعد الواد من المدرسه؟ نقعده ونوديه مدرسة أنضف. يا أختي ربنا يفتح عليكي كمان وكمان. يلا يا ولد، تعالى نشوف. عارفة يا بت يا نوجة؟ أنا البت رضا دي عجباني قوي. طول عمرها كده بت جدعة ومتحملة المسؤولية. بجد تستاهل بقى إنها ترتاح. أنت عارفة عمها الله يرحمه ده؟ كان راجل طيب قوي ومحترم. انا رحت مع رضا قبل كده وشفته. صحيح؟ اه الله يرحمه. طب ايه، مش هنروح نعزيها ولا ايه؟ لا ازاي، هنروح طبعا، بس متهيألي نكلمها الاول. طب كلميها بقى عشان ما عنديش كريدت. تخليها عليكي. يا بنتي ولا يهمك، خليها عليا. ماشي. الو ايا رضا، انا جلاء. البقاء لله. حياتك بقى ان شاء الله. تعرفت الخبر منين؟ عرفت منين ايه يا بنتي؟ ده الجامعه كلها اصلا ملهاش سيره غير الخبر ده، عمك المليونير والورث اللي ورثتيه من عمك المليونير. اه بصراحه يعني احنا كلنا كنا عايزين نيجي نعزيكي، وحتى اميره وبوزو كانوا عايزين يجوا معايا. اميره جنبي، هي عاوزه تكلمك. اه اوكي. ايه يا رضا يا حبيبتي، البقاء لله، ربنا يرحمه، ان شاء الله تكون اخر الاحزان. طب ايه، مش هنشوفك ولا ايه؟ لا يعني احنا عاوزين نيجي نعزيكي انا وبوزو ونوجه لو ممكن يعني. خلاص خدي نوجه، هتتفق معاكي وتظبط معاكي معايا. ماشي يا حبيبتي. ايه رضا، هو بوزو عايز يجي معانا، بس انت ايه رايك؟ لو هيضايقك خلاص بلاش. لا هو بس كان عايز يجي يعني عشان يعتذر لك ويتاسف لك، هو حاسس ان انت شايله منه وزعلانه منه. بس اه طبعا، ما انا قلت له رضا اكيد يعني مش شايله منك، هي قلبها ابيض وما بتشيلش من حد ابدا. لا لا ما تتعبوش نفسكم، انا هبقى اجي بكره الجامعه ان شاء الله. ايه ده، انت بجد جايه بكره؟ خلاص نشوفك بكره في الجامعه ان شاء الله، نستناكي. المهم بس انت قولي لي، انت لسه مع بوزو ده ولا فركشته؟ ان شاء الله يعني تكونوا فركشتوا. نعم. سلام.
ايوه في حاجه؟ لا مفيش. ازيك يا بوزو؟ شدي حيلك يا رضا. الله يخليك. ربنا يرحمه. امين يا رب. يا رب امين. اوعى تكوني زعلانه مني. لا ابدا. ازعل ازاي؟ ده انا خلاص رميت الزباله دي كلها ورا ظهري. ده العشم برضه. بقول لك ايه، تعالى عاوزاك. الله يخليك من على طرف لساني. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني بقاء لله والله يرحمه، والف مبروك، الف مبروك على اللودر وموضوع لاعب كوزلوك اللي في رجليكي وحاجه يعني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بقول لك انا عندي لك مفاجاه يا شيخه. بقى فرحيني، فرحي قلبي. وظيفه بمرتب هيشبرقك في شركه من شركات عمي الله يرحمه. ايوه بقى كده، يا رب تبقى احسن واحده في الدنيا. بس نجلاء. نجلاء تبعد عنها خالص، ولو عرفت انك قربت لها ولا حتى بصيت لها همحيك من الوجود. كده كده ما كنتش عايز اكلمها تاني. البنت محترمه قوي ومؤدبه كده، ما بتشربش سجاير، شايتش بالليل، حاجه في منتهى الادب اللي في الدنيا. انا كده كده مصاحب بنت اسمها سوكا من الصفت، مريحاني بصراحه. جدع حبيبي، يا مهشتكنا ومدلعنا، يا مدلعنا ومشهيصنا ومبوظنا. وزو استنى، ايه ده؟ ماله ده؟ تعالي يا نجلاء. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عايزه اقول لك على مفاجاه. قولي. خلصت خلاص من الواد بوزو ده؟ ايه ليه كده يا رضا؟ هو انا كنت اشتكيت لك؟ هو انت راجعه عشان تفرقي بيني وبين خطيبي؟ لا بس احنا خلاص بقى هنبقى مع بعض. ايوه ما نبقى مع بعض ماشي، ايه العلاقه يعني؟ انت صاحبتي وهو خطيبي. انا مش صاحبتك يا نجلاء. ازاي يعني؟ مش فاهمك. افهمي بقى يا شيخه. بقول لك ايه، الواد ده مش كويس وانا كان لازم اخلصك منه. انتوا اللي هنا، فين العشاء يا اختي انت وهي؟ بس بتاخدوا فلوس قد كده على قلبكوا؟ شهيل انت وهي يا اختي. الو رضا، ازيك يا رضا؟ وحشاني يا حبيبتي، وحشاني قوي. عامله ايه يا اختي؟ انت عملتي اللي في دماغك؟ طب هترجعي امتى؟ طيب يا ضنايا تيجي بالف سلام. خدي بالك من نفسك يا رضا، كلي كويس. خدي اخوك اهو، اخوك اهو هيسلم عليك. خدي يا ولا. الو يا رضا، عامله ايه؟ وحشتيني. ايوه يا رضا. قفلت. يا ام رضا، مش عارفه ابنك رضا ولا ايه؟ الله، انت هتفضلي مندهشه كده كتير؟ مش هتاخديني في حضنك وتقولي لي الحمد لله على السلامه من الكابوس اللي كنت عايش فيه؟ الحمد لله على السلامه. خلاص ارتحتي؟ عملتي اللي في دماغك؟ يعني انت مبسوطه دلوقتي؟ لا
الحمد لله مبسوط وارتحت يا امه. انت مش مبسوطه؟ انا مش عارفه، انا متمخوله. هو انت حاسه بايه؟ يعني جسمك بقى عامل ازاي؟ انا كان نفسي اشوفك عروسه قاعده في الكوشه واشوف عيالك واشيلهم واربيهم. هو انت مش هتخلفي صح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص بقى يا أم الحمد لله، في إيه؟ غمة وانزاحت. ادعي لي بس. بدعيلك يا أمسي. خلاص بقى ما تقلبهاش دراما. أنت عاملة ملوخية صح؟ وحشتني رشتك، شكلك عاملة ملوخية. الولا عاطف فين؟ بياكل ملوخية؟ نايم. اشمعنى انا؟ الحاجة دي ما فيهاش اشمعنى يا رضا. ايوه بس انت لحقتي تحبيني امتى؟ يعني من اول ما جت كده عيني في عينك. ايه انت مش بتأمن من الحب من اول نظرة؟ ايه مستغرب من جرأتي صح؟ بس يا رضا اللي انا بعمله ده يمكن ناس بتقول عليا ان انا مجنونة او بجاحة مني، بس انا اتربيت على كده، ولما بوظ حاجة بفضل وراها، يعني زي ما تقول كده فايتر مقاتلة. ده اللي عجبني فيك ان انت زيك، كفايه ان انت كمان اصريت وحاربت عشان تتحول لراجل. رضا انت معايا؟ اه معاكي. مالك سرحت في ايه؟ انا بس افتكرت ان في ميعاد ولازم نمشي. بص انا هطلب الشيك وبعدين نكمل كلامنا. لو سمحت شيك. لو سمحت. مش دي عربية رضا؟ هي. يا رجالة من الله على السلامة. على فكرة رضا شكله كده أحلى بكتير من الأول. ربنا يخليك. إيه رأيك يا؟ إيه نجلاء فين؟ نجلاء إيه؟ طب قشطة على إذنكم. السلام عليكم. هايل الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنت بجد راجل يا رضا. الله يحفظك. يا نجلاء مالك اتخضيتي كده ليه؟ مفيش حمد لله على السلامه؟ لا ابدا ما اتخضيتش ولا حاجه يا رضا. وانا هتخض ليه؟ انا حتى فرحانه لك قوي انك عملتي اللي كان نفسك فيه من زمان. مبروك. الله يبارك فيك. بس فرحانه لك عملت. اتعود بقى. سوري معلش ما خدتش بالي بس متلخبطه شويه. انا لازم امشي عشان انا عندي محاضره متاخر. طب استني عايز اتكلم معاكي كلمتين. ماشي يا رضا هنتكلم بس بعد المحاضره يعني عشان متاخرش. باي. انا بقى ولا عندي محاضره ولا حاجه. ايه رايك بقى لو تعزمني على حاجه في الكافيتيريا؟ رضا ايه يلا بينا. يلا يا اختي ما انتي مزدي قميله كده. هما بدلوها في بلاد بره ولا ايه اللي جرالها؟ حبيبتي يا بنتي لا هي ولا على بالها ولا على بالها حاجه. يعني هي هتتجوز ولا هتخلف ولا يجرالها ايه؟ ده محدش هيعرفها خالص. لا 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 لا, لا. دي مش رضا. مش رضا اللي انا خلفتها. لا يا ناس ارحموني قولوا لي حاجه. هم بدلوها هناك ولا ايه؟ معايا دلوقتي هقول لها ايه وتقول لي ايه ونحكي مع بعض نقول ايه؟ مش
مش بنتي اللي انا ولدتها ابدا ابدا ابدا. يا حسرتي عليك يا بنتي. تحبي تقعدي فين؟ اوكي هنا مش مشكلة. طيب اتفضلي. هبه يا ستي، تحبي تشربي ايه ولا تاكلي؟ لا لا ولا اي حاجه، انا بس لازم اروح بسرعه، فيا ريت يعني ندخل في الموضوع. يا ستي هوصلك، يعني هي اول مره. لا معلش مش عايزه اتعبك معايا، سوري انا اسفه. لا ولا يهمك. بصي هو انا ما عرفتش اشرح لك اول تليفون انا كنت عاوزك في ايه، بس انا عاوزك تستوعبيني، يعني عايز احكي وانت تستوعبيني شويه. في ايه يا رضا؟ اوكي اتكلمي. ابوس ايدك، انا عارف ان الموضوع صعب، حاولي تركزي ان الكلام كله يبقى مذكر عشان خاطري. انا اسفه انا اسفه. اوكي ولا ايه؟ اتكلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا نعرف بعد بقالنا قد ايه؟ كتير يا رضا. خير ادخلي في الموضوع. حاضر هدخل في الموضوع. هدخل. بص يا ستي اهو احنا بقى من الكتير ده اللي احنا نعرف بعض فيه، وانا بتعامل معاكي على انك يعني من الاخر كده انا بحبك. اسمعيني للاخر، اسمعيني وحاولي تستوعبي، انا بحبك بمشاعر واحاسيس، يعني انا من يعني ملناش دعوه بيها، انا لقيت نفسي بحبك، يعني انا من الاول خالص وانا بتعامل معاكي على انك حبيبتي. ما كانش ينفع اقول لك كل الكلام ده لاني كنت بنت فكنت تفهميني غلط، لكن دلوقتي بقيت راجل فينفع نتجوز. لا 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 لحظه بس لحظه، انت بتقول ايه؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ الكلام ده لا كان ينفع تقوله الاول ولا ينفع تقوله دلوقتي. انا اصلا مش متخيله، مجرد تخيل كده للفكره يعني، بجد مش قادره. ايوه ما هو انت مش قادره تتخيليه لانك طول الوقت بصالي على اني واحده صاحبتك، لكن انا طول الوقت كنت باصص لك على انك حبيبتي. رضا بجد يعني انا اصلا مش قادره اتخيل الفكره يعني. انا بجد اسفه جدا يعني، مش هقدر حتى اقبل الفكره يعني ونقعد نتكلم فيها وكده. بالنسبه للحب والمشاعر وكده، انت ممكن تحب واحده تانية وتديها كل مشاعرك وحبك وكده، لكن انا وانت ما ينفعش نبقى غير صحاب وبس. ايوه بس انا مش هعرف احب حد غيرك انا جلال. الدنيا مش هتقف عليا. ايوه بس انا دنيتي واقفه عليك يا نجلاء. رضا انا بجد تعبت من الكلام في الموضوع ده، انا اسفه بجد يعني، بعد اذنك لازم اروح عشان اتاخر. سلام.
الو. ايه يا دير؟ كويس الحمد لله. عايزه تشوفيني؟ مش عارف بس انا لسه داخل البيت. ماشي ماشي، انا كده كده زهقان اصلا، عايز انزل تاني. ماشي ماشي اوكي، يلا سلام. بقالك نص ساعة ساكت، أنا حاسة أنا نزلتك غصب عنك. كان نفسي يبقى عندي فرصة إن أنا أختار زي ما أنت قلتي عليا، بس واضح إنه ماليش نصيب. تقريبا إحساس العجز هيفضل مسيطر عليا. متقولش على نفسك كده يا رضا، أنت إنسان جميل قوي وحساس، يمكن دي مش نهاية العالم. بص دايما لنص الكوباية المليان، وهتلاقي دايما يعني اللي بيحبك وواقف جنبك ومعاك. انت بتحب الاطفال يا هدير؟ اكيد طبعا بحبهم، دي نعمه من عند ربنا. انت عارفه ان احنا لو اتجوزنا هتتحرمي من النعمه دي؟ طبيعي يعني بما اني اتحولت فمش هينفع اخلف. في حاجه كمان عايز اقولها لك، الورث اللي انا ورثته مش هينفع اتصرف فيه دلوقتي. نعم؟ اه، لأن الورث اللي أنا ورثته ده يعني يعتبر وقف، فعليه مشاكل، حليني بقى على ما الوقف ده يتحل. ده غير كمان إن ظهر شوية ورثة كده من البلد، وفي بقى خلافات بقى ونيابة ومحاكم، في بينا يعني مشاكل وبلاوي يعني. فطبعاً أنا كان لازم أقول لك الحاجتين دول عشان نبدأ مع بعض على نور. أكيد أكيد طبعاً يا رضا. رضا انت اخرتني يا رضا على ميعادي مع ماما، كنت رايحه معاها للدكتور. بص انا مضطره بس ان امشي دلوقتي، ونبقى نتكلم بعدين. اوكي سلامتها الف سلامه، بيطمنيني عليها. اكيد اكيد، باي باي. 60 دهي. الو. ايوه نجلاء. لا انا بطمن عليكي بس، انت روحتي؟ عادي عادي يا نجلاء. نجلاء انا مش قادر. اسمعيني بس، اسمعيني بس، وحياة ابوك اسمعيني يا لا هتسمعيني. ايوه عشان انا اتنيلت على عيني وعملت كده عشان خاطرك يا حمار افهمي. انا بحبك والله العظيم. طب انا دلوقتي اعمل ايه يا نجلاء والنبي عشان خاطر ما تقتليش؟ استني بس هفهمك هفهمك هفهمك. طب اسمعيني بس، اديني فرصه. انا وحش؟ مش انا بحبك؟ مش انا طول عمري كنت بدافع عنك، وكنت طول عمري بتخانق لك، وكنت طول عمري بعمل كل يعني ايه مش قادره تستوعبي؟ طب ما انا هو مش انت طول عمرك كنت بتقول الو Thank you.
اديني عملت العمليه يا دكتور. حسيت بايه؟ ولا حاجه، بالعكس انا بقيت ببعد عن الناس، بقيت بخاف منهم، بقيت بحس بالوحده اكتر من الاول. شوف يا رضا، انا مش عايزك تحط الناس في دماغك، لان كده كده الناس ما بيعجبهاش حاجه. اهم حاجه ان انت عملت اللي نفسك فيه واللي انت راضي عنه، صح؟ صح طبعا، راضي عن نفسي جدا. لكن البنت اللي انا حبيتها وقلبي اختارها وكان نفسي اتجوزها واكمل معاها حياتي، لما قابلتها قالت لي كلام مهين قوي، حسيت اني خدت على قفايا. طب والله كلامها وجعني اكتر من الضرب اللي كنت باخده في الخناقات ايام ما كنت بنت. لا ما هو شوف بقى رضا، يعني نجلاء هي مش اول ولا اخر واحده هتقابلها، بكره تقابل كتير في حياتك وتحب وتتجوز وتنسى كل اللي فات. مفيش بنت هترضى تتجوز بنت كانت زيها في يوم من الايام، اصل ليه يعني؟ ايه اللي هيجبرها على كده؟ هتقول لاهلها ايه؟ وبعدين هتفضل محرومه من الخلفه طول عمرها. طب وليه؟ نجلاء كان عندها حق، انا ما ينفعش في حاجه، حتى الفلوس اللي ورثتها مش عارفه تفيدني بحاجه. انا لا، بقيت حاسس ان انا بني ادم مسخ هو. ما ينفعش أعيش مع الناس الطبيعية. الناس الطبيعية؟ وهي فين الناس الطبيعية دي؟ بص يا رضا، أنت معاناتك الحقيقية مش في صنع الله ليك، لا، معاناتك الحقيقية في ظلم المجتمع ليك، وإنك مش مقبول في وسطهم، ودليل إنهم ناس مش طبيعية. ما هو لو ناس طبيعية كانوا احتقوك وما كانوش رفضوك، فهمت؟ ربنا معاك. ايه رايح فين؟ معلش انا اسف، بس الطريق كان زحمه بره، معلش انا اسف. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ اتفضل حضرتك. انا اللي اسف، اتفضل اطلع بره. ليه يا استاذ؟ ليه ايه؟ اتفضل حضرتك، ده مكتوب في البطاقه انثى، وانا واقف قدامي راجل قد الحيطه. يعني انت كده بالنسبه لي طالب تاني خالص، ودي مسؤوليه. اتفضل حضرتك. هفهم حضرتك، اصل انا كنت بره مصر بعمل عمليه، فلما رجعت ما لحقتش بس اصحح الرقم القومي واغير البطاقه والاوراق الرسميه وكده. انا اسف معلش. لا ده انا اللي اسف، دي مسؤوليه عليا. اتفضل حضرتك بره النجمه. لا ثواني بس، حضرتك لو سالت اي حد هيقول لك ان انا يا معتز. معتز مش انا رضا. يا رضا اي حد والله العظيم هيقول لك يا استاذ. انا لو نزل لي رئيس الجامعه انت مش هتخش الامتحان. يلا اتفضل حضرتك. ايوه يا استاذ انا كده السنه هتروح عليا. طب ليه ما تروح يا سيدي؟ ما تروح ايه بس يا عم؟ روح بعمليتك ده. والله العظيم انا اللي في البطاقه. طب اتفضل حضرتك. يلا يا عم، حصلت البركه يا سيدي. كل واحد يبص قدام. يعني مش كفايه السنين اللي سقطتها قبل كده بسبب الشغل والمرمطه. السنه دي كمان هتضيع عليا؟ مش السنه دي بس اللي ضاعت، نجلاء كمان ضاعت. كنت فاكر ان انا هبقى سعيد لما ورثت من عمي ولما عملت العمليه، بس الظاهر ان مفيش فايده. طول ما الناس بصالي على اني مش طبيعي،
هتعامل ان فيا حاجه غلط. يا رب انا عارف انك عادل وبتنصف المظلوم، وانا ظلمت كتير قوي في حياتي، بس انا عارف ان رحمتك واسعه وانك احن عليا من عبيدك. يا رب خليني راضي باللي كتبتهولي، خليني ارضى بنصيبي يا رب. يا رب الرضا من عندك يا رب، الرضا من عندك يا رب. الجميل قاعد لوحده ليه؟ مالك يا رضا؟ فيك ايه؟ احكي لك ايه بس؟ خليني اشيل معاك. يا ريت. جر مش عارف، مش عارف اللي عملته ده غلط ولا صح، فضلت بنت ولا ما هو ما حدش متقبلني. لو انا بنت متقبليني، ولا لما بقيت راجل متقبليني. انا حاسس ان ربنا غضبان عليا. طب هعمل ايه؟ طيب أدحر وخلص. استغفر ربنا يا رضا. ربنا ده جميل قوي وحنين قوي، رحمته وسعت كل شيء ولله المثل الأعلى. بس هترمي في حضنه بسجودك، هو الوحيد اللي هيفهمك وهيحس بيك. ربنا اللي بيحاسب يا رضا مش الناس. انا معرفش اللي انت عملته ده صح ولا غلط، بس متاكده ان ربنا بيغفر الذنوب جميعا. فاتفضل، وانا متاكده انه هيمدلك ايديه ويساعدك. تعرف يا رضا، جسد الانسان ده عامل زي البدله، مش مهم بيضة ولا سودة، واسعة ولا ضيقة، بدلة ولا فستان، المهم اللي جوه البدلة، الروح. الروح هي اللي بتحرك البدلة. حتى احنا لما بنموت الجسد هو اللي بيتدفن في التراب وهو اللي بيفنى، لكن الروح لا، الروح بتصعد للسما لأنها أرقى وأسمى. اعتبر نفسك اتخلقت مرتين، ادي لنفسك فرصة تانية. اعتبر ان ده قدرك الجديد، حاول. انا متأكدة ان ربنا هيساعدك وهيوجهك. ما تيأسش يا رضا، مش مهم الناس، ربنا اللي بيحاسب. صدق انت ما دخلتيش الامتحان ليه؟ هو قلت اونسك بالمره تذاكرلي نتخرج مع بعض بقى ولا ايه؟